هيرجع برضه بعد 3 سنين، يا اما على نفس كفيله يا اما على نفس او الانتظار لمده 3 سنين تبدا من تاريخ انتهاء العقد. يعني كل من هو له 3 سنين بعد 3 سنين هيرجع برضه، وكل من هو على كفيله عايز يرجع على نفس الكفيل هيرجع قبل 14 مارس. ايش نوفمبر؟ 14 مارس ما خلاص بقى. ايش كلام؟ اسلام؟ نوفمبر؟ نوفمبر ها؟ اكتوبر. اكتوبر اكتوبر بعدين نوفمبر يناير فبراير فبراير مارس مارس مايو مايو يونيو 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 اغسطس اغسطس سبتمبر سبتمبر ايوه نوفمبر اكتوبر نوفمبر هاي صبر انا اجيب انا بالترتيب عشان ده ايش هذا ايش هذا عربي 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 ها نوفمبر عربي انا عارف انا عارف نوفمبر فبراير فبراير ماير مارس مارس ايش مارس 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 بعدين صبر 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 اذا عربي ايوه يناير نياير يناير نياير نوفمبر يناير فبراير فبراير دلوقتي مثلا اسلام نزل يوم 15 لا دي عادي يناير فبراير فبراير مارس مارس ابريل ابريل مايو ابريل ايوه مايو مايو يونيو يونيو يوليو يوليو اغسطس اغسطس سبتمبر سبتمبر اكتوبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر اي ايش عربي عربي ايوه هذا عربي ديسمبر يناير فبراير مارس 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 ابريل ابريل مايو مايو يونيو يونيو يوليو 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 اغسطس اغسطس سبتمبر سبتمبر اكتوبر اكتوبر نوفمبر 24 بريكر 24 أهجا 60 ده كلام انجليزي 60 امبير ده كلام مش 60 100 60 60 60 انجليزي عربي سبب ما فيش هذا 60 امبير بشبتي هاجا 12 واحد يناير توتال ناير يناير فبراير فبراير مارس مارس مايو ابريل ابريل مايو 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 يوليو يوليو يونيو هو عنده يونيو يونيو يوليو يوليو اغسطس اغسطس وعنده درس عربي دلوقتي مش فاضي اكتوبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر نوفمبر انجلش نوفمبر انجلش خلاص عربي عربي خش يا ابني على ايام الاسبوع عربي جايز عربي عربي سبت احد خميس احد اثنين اثنين ثلاثاء ثلاثة ثلاث ثلاث أربعة أربعة خميس خميس جمعة جمعة سبت كماس ساتردي سندي في بانل 24 بريكر بي بي بوس هذا 60 أمبير 60 أمبير